توقعاتك لماتش مصر وأوروغواي في كاس العالم؟ ان شاء الله مصر 2-0. مين اللي هيجيب الاجوان؟ اكيد محمد صلاح، 90% محمد صلاح. الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ الاول. يا رب يطلع تعادل 1-1. هنتمنى طبعا مصر تكسب بس ما افتكرش صعب يعني. ماتش مصر وأوروغواي ممكن يكون 2-1 لأوروغواي. ربنا يسهل نعمل النتائج كويسه، نقول 1-0 تقريبا. مين؟ علينا طبعا ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 لمصر. اتمنى انه يكون تعادل ايجابي. لو في اهداف ان شاء الله محمد صلاح. أوروغواي صعب شويه ما اكذبش عليك بالخطه اللي احنا شايفينها دي، ان الخطه كلها دفاعيه ما فيش هجوم خالص الا وهجمه مرتده ومحمد صلاح يجيب منها جول ان شاء الله. محمد صلاح ان شاء الله عمل ربنا في مصر فيه، هو املنا كله 100 مليون في محمد صلاح ان شاء الله، فربنا يكرمنا ان شاء الله عشان محمد صلاح. صلاح مش معتقدش انه ينزل بكره، كل التقارير بتقول ان هو بكره صعب. محمد صلاح هو يعتبر السوبر هيرو بتاع مصر دلوقتي، ودلوقتي المنتخب برضه بيعتمد عليه، حتى في الوديات مصر ما ادتش نتيجه ايجابيه من غير محمد صلاح. لو نزل بكره صلاح ان شاء الله؟ صلاح مش ممكن ينزل في الشوط الاولاني، ممكن ينزل في الشوط الثاني.